دي ب2000 ونص. دي ب2000 ونص؟ انت كفره. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شويه هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كاني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكيه يا خارقه الذكاء. ثانكيو. ما هو انت خارجه الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيز البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل، نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمه. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! اي حركه كده ولا كده هنفجر دماغكم! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا سوسو؟ ايوه كله تمام! بقول لكم ايه، ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. مالك يا هاني؟ ولا مالك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك، عيب. كله يثبت. شو النبي، ها ناوليني فواحه من اللي هناك. هتحطلني؟ خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يزن، تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني. دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله، ناوليني الفواحه اللي جنبك دي. بسرعة بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة؟ امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة، هفرج عليك الناس دي واخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني، هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خاطف ما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم. بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه يا هاني في ايه؟ ما تقول لها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطر. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد ما هي كده مش مصدقاني. ولا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم؟ انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب، من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمه. هو انا داخل فندق، هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خارق الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وانت على فكره وافي عدل. حاضر.
معلش أصلح مش قوي. انتي عارفة بيضربني. مسكتله؟ أصل أنا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الأخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رأيك كده؟ تحفة. أصل أنا بنحس ببعض قوي. طب بقولك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رأيك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفة كده بس اتأكد شفاف من ورا ولا لأ؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الأدب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانيه واحده من فضلك، ارمي الحاجات بسرعه. اجري يا سيد. مفيش حاجة، أدي بزباس وإيه؟ 1340 1347 1350 1356. يوه أنا زهقت بقى يا هاني. بقول لك إيه؟ لمي لي كل الحاجة الساعة بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو إحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمة. ها يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظة واحدة. كده 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقولك ايه؟ اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقولك ايه؟ ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك عامل معاك واجب. شايف الكاجيو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجيو. ماشي. يلا. حكومه يا شوشو حكومه. ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا. سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. طبعا. أوكي. البسي الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. باشا دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لها باشا. وسع! تعالوا يا اسطى! تعالي تعالي شوشن! اوعى! أنا مش مصدقة الفشل بتاعك بجد. هنقول إيه للبنت دلوقتي؟ ما عرفناش نسرق حاجة؟ هو أنا عشان ما سرقش أبقى فاشل؟ أنا مش حرامي. يعني أنا اللي حرامية؟ بس أنا على الأقل لما بيتطلب مني حاجة بعملها. يعني إيه؟ لازم أبقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ أنا أعجب بيك ليه أصلاً دلوقتي؟ بتقولي كلام يقفل القرد. ايه ده؟
العربية بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك علي، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي، محفظتي، a lot of stuff بتاعنا يعني. كانت مليانة كده ولابسه ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربية ومشي. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على إيه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبيه سرقتنا. قعدت تقولي لي أصل أنا أبص في عين الناس بفهم بيقولوا إيه. ملك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضرب الجزمه اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يلا لو سمحت، فين المعلم منعم؟ عشان محتاجه اعمل كومبلين على اللي حصل. المعلم منعم راح مشوار وجاي. لو عايزه تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتاخر عليكي، ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. اتسرقنا، هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحرامية. ولا حسبي كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك، وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 لا، سيف يلا بسرعة. حاضر جاي لك اهو، معلش بس مع الجماعة جم، ان شاء الله تتعور المرة الجاية ان شاء الله. لا لا لا، انا مش همشي من هنا. ناديلي المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول ششتم ايه؟ لا ما بتقول يعني، انت سكت في سيستم وسبت خلل. انا بتكلم بجد، لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك، انا نزلني هنا.